كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. مش بشرة البشرة يتركب خطيب دوبلاش إذا عملت مهكة مش معقولة عملوا حل في بلادنا أنا يعني مش نشد المبور لا عملوا نشد المبور مش معقولة بكل بكل مش معقولة عملت قربة عملت يعني شوف هكا مريض كم هكا خاصة يعني هذي بابور قرخ بون البابور يعني جماعة الشركة هم اللي قرروا الضرب علاش مساندة زميلهم زميلهم شدوه أربع أعوان أمن فركوه هو في العاشق بين الحياة والموت هو صاحبهم بون عندهم حقهم راهو باش يساندوا صاحبهم لكن يعني مش بال يساندوه يعني الفوايج الأول الفوايج الثاني بون ثم مصلحة نتاع عباد ثم اللي أمه مش تموت أو مسكينة المرأة مش تاواها ثم اللي المريض ثم الطب ماشيين يداويه في السبيطار ثم ناس مرضى جايين من قرقنا حالة مزرية احنا ما لقيناش حتى احنا 6 تاع الصباح من 4 تاع الصباح فهمتني ما لقيناش حتى واحد من الحكومه الا جاء اعطانا كلمه ولا قال لنا كذا وكذا حتى الناس تلزت باش تسكر الكياس يزيدوا زادك الكياس مصالح العباد ولهذا بقى احنا ما نقولولهمش ما عندكمش حق علي باش تلاقي واحد عندهم حق مالهم الا زميلهم ويقفوا معاه لكن مش بالدرجه من الخمسة متاع صباح خرجت بيهم من الخمسة متاع صباح وانا مشحفه بيهم هوني نجري بيهم هزيتهم هكا منهم باش نوصلهم لديارهم ويقراوا على رواحهم وتتوفر لهم الظروف الباهيه اعطيني شكون يرضى صغير ويعطيهولي ثلاثة ايام وهو مشحتف لا ظروف باهيه ونجي للبابور نلقيه مسكر اللي يرضى بالوضع هذا مثالش انا راهو بصراحه البابور خط احمر عندي انا المره الجايه اسمع مصالح تسكرت ما عادش نهز مستعده حتى صغير اني نعدي بيه حتى مترو على مسؤوليتي لاني اذا نتحمل مسؤوليته يعني عباره انا ما عندي حتى حل ما عندي حتى حل لا 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 اسيرونس تثبت لي باش كنت تفهموني كيفاش انا هالسيارات اليوم نواصل بيهم النهار محبوسه هوني اذا ترضاو كلموني اذا ترضاو صغاركم هكا ولا تشارك ما عادش نشاركوا من الاخر ما عادش نجمو نشاركوا قرقنا عباره حطمناها حطيناها في الحضيض صغارنا ما عادش نجم نشارك على حتى نيتا حتى انسينيوم هم عاد مستعد ما عادش مستعد يهز صغير